السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق قناة الحولي السردي بن مسكين، ديما كتقولوا لي سير عند عبد الحق، سير للزاوية ديال عبد الحق بن الريضة، وحنا اليوم غاديين على رجلينا حتى للدار ديال عبد الحق. ها انتوما السي عبد الحق راه داير لكم التشوير كما كتشوفوا معايا، وحنا غادي نمشيو عنده ان شاء الله حتى للدار ونصوروا الخيرات ديال السي عبد الحق باش نزيدوا بالاشعاع ديال هذه المنطقه بني مسكين والاشعاع بالسلاله ديال السردي، ونزيدوا نعرفوا بالكسابه، ونزيدوا ان شاء الله نبقاو معاهم في المواكبه، وبقاو معنا الخوت باش تشوفوا معنا الكسيبه ديال السي عبد الحق اللي كنتمنوا ليه الخير في الكسيبه ديالو. هنايا دازت قصص كبيره في هذه البلاصه هذه، هنا فين كنا كنلعبوا الكره مع الدراري كاملين، ناس ديال بني مسكين القدام هاجروا الى الديار الايطاليه كما كتشوفوا معايا اخوتي. هنا كان ملعب ديال الكره ورا هاد الدار هذه، كان الكل يجتمع في هذا الان دابا في هذا الوقيته اللي كنهضر معكم انا، كلشي كيجيو الدراري هنا وكنلعبوا الكره وكنلعبوا، كانت يعني واحد الجو جميل جدا. دابا الان بقاو فقط سكان قلال اللي بقاو في هذه البلاصه هذه او في منطقه بني مسكين، قليل اللي بقى، واللي باقي راه محافظ على السلاله ومحافظ على كما كنقولوا الحياه الطبيعيه. إذن أخوتي حنا في الطريق لعند واحد من أكبر الكسابة في منطقة بني مسكين، ديما كنقولها لكم السي عبد الحق بن الريضة. بقاو معايا أخوتي غنشوفوا يعني العديد من المعلومات معاه، ونشاركوا معاه يعني كيفاش كيدوز الأيام الاستعدادات ديالو لا اللانوك لا العيد، رغم أن كما كتشوفوا راه القضية سبحان الله يعني هذا العام ناقص بزاف، كنتمناو من الله المطر. بقاو معايا أخوتي وما نطولش عليكم، تفرجوا معايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عشاق قناه الحولي السردي بن مسكين، كما العاده ديما تحت الطلب ديالكم كتقولوا لنا سير عند ميسي السردي، علاش ما كتمشيش عند ميسي السردي؟ اذا اليوم حنا في ضيافه واحد من اكبر الكسابه في منطقه بني مسكين، ان لم نقل اكبرهم، ولكن دائما نخليو الباب مفتوح لجميع الكسابه باش ما يتقلقوش علينا. السي عبد الحق، كي داير السي عبد الحق؟ الله يحفظك. راه اول فيديو ليا كان مع السي عبد الحق. شكرا، مرحبا. وديما حنا دار ديما فين ما كنعيط لك كنلقاك يعني بديك الابتسامه ديالك وهذاك الضحك ديالك المعهود، وكتقول لي مرحبا. مرحبا ورا مرحبا. وانا اليوم جيت عندك خصيصا انا السي عبد الحق. كنتي غنجي قلت مرحبا، راه ما مجدين ما داكشي الناس كي الناس كتعجبهم بديك العفويه ديالك اخويا عبد الحق. تماما. اذا جينا لقيناك السي عبد الحق خدام. كنخلط انا والسي سعيد. اجي عندي اخويا سعيد. اجي بس دري سعيد والتيرودانت. تبارك الله. خدامين معاك ولا ما خدامينش؟ خدامين. ما زعما دار المال تما انا صباحا ومساء. واش غدير؟ خصك تخدم معاه. جيت وشفت داكشي بعيني يا اخويا عبد الحق. ولكن بما انك انت كتجي. شفنا حتى كيشوفنا الله. الله فوقنا. مني كنكون معاه راني خدام معاه لابس مع التوني ديال الخدمه الصباح ونمشي نشطم مع الكورين نكس معاه نعلف معاه ندير معاه كلشي. مني ما كنكونش راه التليفون شنو ندير كنقول دير هذه دير هذه الله يسخر. تماما اخويا عبد الحق، قلتي بان الله كيشوفنا، ولكن كاين بعض النوع ديال الكسابه كي ولا واحد الناس الملوعين كيبغيو يشوفوا داكشي اللي كدير مباشره. داكشي علاش جيت انا شفت الخلطه تبارك الله وشفتك كتخلط، بغيتك تقول للناس وتقول للمشاهدين ديالك والعشاق ديالك لا من المنبر ديال القناه ديالنا لا من القناه ديالك، شنو هي انواع المكونات ديال العلف اللي كتعطي حاليا؟ اي نوع ديال العلف طايح في بالك ولا طايح في بال المشاهدين كنعلفوا انا. تماما. النقاله هانت هالنخال. ها تبارك الله. هذه التورتو ديال الصوجه. التورتو ديال الصوجه. لا علاش ديال نوار الشمس. نوار الشمس. ها هو. تبارك الله. هو كنديرو. تبارك الله. ندير النعجه الحولي ندير كلشي. ها. تبارك الله. هاد لها كلشي اخويا خويا محمد. كلشي كنوريو للمشاهد. تماما. الاخوان والعلف مركب. راه يكذب عليكم شي كذاب بكل صراحه. تماما. ونتحمل المسؤوليه، هاي كذب عليك انت كذاب، شي واحد يقول لك ما كيديرش لعب مركب، ضروري لعب مركب، ولا درتي في المغرب كامل غتلقى هاد 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 الشركات ديال لعب مركب راه كثار، راه كثرت، راه ولاو كثار في البلاد. تماما. شكون كيخدموا؟ كيخدموا الخطيئة ديال الأغنام والماعز والبقار والماعز والغنام و سي عبد الحق. علاش الناس كتشكى من العلف المركب؟ شنو الفكره اللي واخدين عليها؟ دابا انت خويا محمد انا غنسولك دابا، انت كتاكل اللحم البقر؟ اها كنا البقر ما كياكلش العلف المركب؟ كياكلو. علاش كتاكلو؟ علاش ملي كتجي عند الغنم كتبغي تعقب على الكساب؟ يعني العلف المركب راه مخير وراه ايجابي 100%. تمام. واللحم ديالو كارونتي 1000%، ماشي 100%. ونتحدى اي واحد يجي عندي هنا ياخذ من عندي الحولي كيدخل قدامه، واذا لقى فيه غرام ديال المشكل، غرام ديال المشكل ما نتخلصش فيه. تماما اخويا عبد الحق، اقسم بالله ما نتخلص فيه.
اذا كما سمعتوا الاخوان السي عبد الحق كي كي جيني عندو يا محمد هذيك الكلام واش انا كنت مصبره كنت حاطه لا مباشر حرمي يا صاحبي ضحكه قلتي سامع خويا خويا عبد الحق نعم شحال دابا جيتك لقيتك كدير في الخلطه ها هي أيوة. تبارك الله شحال كدير لك هذه الخلطه دابا تقريبا ثلاثة ايام نقربوا ليها شويه باش يشوفوا تبان فيها الصرا فيها العب مركز كنعطي الحولي ديال لانوت والحولي ديال العيد شحال كدير لك تقريبا 6 ايام 3 ايام دابا كنعطي تقريبا 40 في 45 زائد 45 بحال شي 95 بحال شي 95 كيلو تماما يعني هذه غادي دير 3 ايام تعاود ثاني نفس الخلطه نفس الخلطه وكي جاك دابا الاثمنه ديال العلفه السي عبد الحق نار يا حبيبي نار نار واش نار ارتفعت بسعر 4 دراهم اذا اخويا عبد الحق الا بقى المنوال ديال العلف مرتفع بهذه الدرجه يعني الثمن ديال الحولي ديال العيد غيكون مرتفع غيحكم عليك السوق السوق هو اللي كيحكم شوف دابا المواد ديال الدجاج دابا العلف ديال الدجاج الدجاج كيطلع وكيهوت يقدر يخلي فيه الخطيه ولكن كيفرض عليه السوق يبيعه حنا راه في العيد غيفرض عليك السوق ماشي غيفرض عليك السوق كيفما كان السوق تماما غتمشي تمشى مع السوق ولكن شوف المليح بالثمن ديالو كتب لك كذاب المليح رب راه دابا في السوق ديال 7000 8000 درهم في السوق وكيقولوا بان عبد السي عبد الحق كيكسب غير المليح شنو قصتك مع المليح عبد الحق؟ هو قال لك الوالد الله يرحمه كان كيكسب المليح بابا علي وكان كيعرق الطاقية مش راك تعرف اه كنعرفو اخويا راه البيكو ديالو كان راه دايز باب عليه يعني كيف ما تربيتي كتجي على داك ولات شي مليح تبقى كاسبو تعلمتي تاخذ هاد الديسير مليح غتبقى تقدر مليح ملي تاخذ الخلطه غتبقى غادي الخلطه تمام ودابا هاد العلف واش كتعطيوه صباح وعشيه ولا غير يعني غير اوقات وقت معين؟ كاينين شي حوايج كنعطيهم صباح وعشيه وكاين شي حوايج كنعطيهم في العشيه على حسب الطلب على حسب الحوالي اللي كنبيعهم المهم الحوالي اللي بعنا نعرفوا صباح وعشيه لان مسؤوليه الناس ساقوا فينا بعتي دابا انت شي حواله بعت تمام اذا يعني كما كتشوفوا الاخوان يعني داك الشيء سبحان الله بان لي حتى الميزان عندك وسولتك واحد السؤال قبيله خلف الكواليس قلت لك علاش كتستعمل الميزان قلت لك علاش كتستعمل الميزان باش تعرف راسك شنو كتعطي ضروري من الميزان ضروري الميزان انتوا اخوتي كما كتشوفوا تبارك الله هذا راه كساب كبير وكما كنقول لكم سي عبد الحق راه ما كبير مو عادي نتمنوا الله نبقاو مسؤولين حتى نمشيو عند الله تماما هذه هي الدعوه اللي كندعيو مع سي عبد الحق ومع جميع الكساره مع جميع الكساره وغادي مسؤولين وفي ظل الحيط حتى الله الارض ما عليها صافي تماما ما نقولوش حنا كبار ولا شادين الريتم ديالنا وصافي انا علاش انا نبقاو مع حد ما ضد حد ما ولا خدامين على روسنا خدامين على سلعتنا كندينو المنتوج ديالنا والله يسخر الجميع دابا راه كنبينو غنبينو لك السلعه ديالنا ماشي ضد شي حد ولا نتنافسو كل واحد خدام على راسو الباب للجميع الجميع كلشي اللي قادر يدخل كما كتقول انت اللي مرتاح لينا يتقدم عندنا واللي مرتاحش لينا الله يسهل عليه الا مرتاحش لينا هذا العام العام الجاي غير يرتاح لينا هذه هي الحياه تستمر تستمر مستمرون هذا هو الشعار ديال الشعار مستمرون اذا اخوتي انا علاش كنركز على كساب كبير لانه كساب ما كيبخلش بالمعلومه قليل يعني الكسابه باحترامي لهم كاملا قليل لانه اللي كيبغي يشارك المعلومه انا شفت يعني شي كساب يدخلك على قليل باش يدخلك تزريبه هو باش يدخلك الكوري صعيبه صعيبه اذا اخوتي كما كتشوفوا مباشره كما كتشوفوا العبار ديال العلف مباشرة ديال السي عبد الحق بن الريضة هاكا سعيد هاكا سعيد يلاه شكون عليه 15 زيد دابا هذا عبد الحق تعطيو دابا هاد الشيء ان شاء الله بشي معنا دقة دقة إذا أخوتي بقاو معنا دقة دقة تنشوفوا داك الشيء بعينيكم ولكن الغلام راه صورتها شي يومين هادي المشاهدين ديالك لهم الاحترام والتقدير راه غنخرجوا لك شي حاجة جي بغينا تماما شوف شوف عارف انا الغلم ما خصهاش تصور فيه كل نهار كل نهار كل نهار كتولي قبيحه تماما هذا خويا هو شريته تقريبا هذا واحد شهر ونص من الفقيم صالح خديتيه من الفقيم صالح تبارك الله تبارك الله سنا الحليب انتم الاخوان كما كتشوفوا تبارك الله خديتي سنان الحليب السؤال ديال سنان الحليب حتى هو جاني في البال ديالي سنان الحليب هي باقي ما كسرش ما هرش ورينا في الفم ديالك دوك السنينات القداميين هو باقي سنان الحليب دابا هذا سنان الحليب سنان الحليب تبارك الله راه
مليح تبارك الله. كتشوف العرض يعني غادي يزيد، هذا غيزيد يتيري يزيد ويطوالو. ما كاينش شي حاجه اللي تليق به المتتبعين لا ديال القناه ديال الحول السردي بن الرضا، القناه ديال الحول السردي بن مسكين، لا لجميع القنوات. حنا كنحيو كاع الخوت اللي كيديروا مجهود باش يجيو ويتواصلوا مع الكسابه، وكذلك الكسابه اللي كيوصلوا الصوت ديالهم. حنا ديما كنسمعوك عبد الحق في الدور ديالنا تبارك الله، كنعيشوا معاك الاجواء. تبارك الله. تبارك الله. ها انتم الاخوان.